القانون والأمن الشامل في فرنسا يدفع الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً وتخوفاً من المساس بالحريات في بلد يفتخر كثيراً أنه منارة للحرية. المعترضون يرون القانون انتهاكاً للحريات العامة وإطلاقاً ليد الشرطة واستهدافاً للصحافة والإعلام والتعبير، فيما الحكومة تتمسك بضروريته لحماية عناصر الشرطة الذين يتعرضون لحملات كراهية ومخاطر كثيرة تصل إلى حد دعوات القتل. المادة 24 أكثر المواد جدلية في القانون أعلن برلمانياً بعد الاحتجاجات أنها ستكون موضعاً لإعادة الصياغة. فهل تتعرض الحريات في فرنسا لمخاطر حقاً؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي المعتادة على الهاتف 00442038752989، على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحة شخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. المشاركون في حوارنا اليوم يسهمون في الحديث عن حالة الحريات الحالية في فرنسا، وما إذا كانت هذه الحريات تبدو عرضة للانتقاص في الوقت الحالي. علي مثلا غرد لنا وقال: من يصدق أن فرنسا تريد إصدار قانون يجرم تصوير رجال الشرطة أثناء قمعهم للتظاهرات؟ لو حدث ذلك في دولة من العالم الثالث لقامت عاصفة هوجاء من الانتقادات. أمادو له وجهة نظر وقال: إذا لم تتراجع فرنسا عن تطرفها في قمع الحريات واحترام الأديان وصد كراهية المهاجرين، فإنها ستؤول إلى ما لا يحمد عقباه، كما أنها ستدفن دولة القانون والحريات. مجرد عينة من الآراء التي توالت علينا أونلاين. أرجوكم استمروا في إرسال هذه المشاركات، ونحن كذلك سنستمر في نشرها. لكن سريعا أرحب بضيفي عبر خدمة سكايب من باريس، الدكتور إسماعيل خلف الله، المحامي في القانون الدولي وأيضا أحد الذين شاركوا في هذه التظاهرات. دكتور إسماعيل، أهلا بحضرتك أولا في نقطة حوار. لماذا قررت المشاركة في التظاهر، وكيف رصدت حجم المشاركة فيها بالعموم؟ مساء الخير أستاذ محمد، ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. حقيقة أنا كنت من المشاركين في هذه المظاهرة التي خرج من أجل أو خرج المتظاهرون من أجل التعبير على رفضهم لهذه المادة، لهذا القانون، أو المادة يعني حتى نكون يعني المادة 24 من هذا القانون، هذه المادة التي تستهدف بالدرجة الأولى حرية التعبير وتستهدف حرية الصحافة. الآن الذين يقولون، والتجارب والأحداث المتسارعة التي يعني أتت حدث تلو الآخر أثبتت على أن الصورة يجب أن تكون، أن تبقى الصورة لتحفظ للجميع حقوقهم، يعني حتى يعني هذه الصورة لا يمكن أن تحفظ حقوق المتظاهرين فقط، بل تحفظ حقوق الشرطة. يوم السبت كانت هناك عناصر متطرفة أو عناصر حاولت أن تستعمل العنف ضد الشرطة، فكانت فتصدت الصورة ونقلت الصورة على أساس أن الشرطة كانت ضحية. إذن أعتقد أن الصورة اليوم الذي يراد أن تخنق وأن تحظر، فها هي الآن تخدم مصلحة الشرطة قبل مصلحة المتظاهر. إذن فباعتقادي أن تراجع الحكومة اليوم كان من هنا، أولا هذا الضغط الشارع، وثانيا أن هذه الأحداث التي فضحت أن تغول هذه المادة أو تغول الذي تمنحه للشرطة، عندما رأينا أن ميشيل عندما كان متهما وقد حضرت له المحاضر على أساس أنه متهم وأنه قام بجرم وكذا، ولكن الصورة جعلته ضحية. الآن ميشيل هو ضحية أمام كل الكرة الأرضية، تابعت صورة ميشيل، تابعت يعني الظلم الذي يعني مس ميشيل عن طريق العنف الذي استعمله. طيب، لكن أنت أشرت يا دكتور إسماعيل لتراجع الحكومة،
إلى الآن لدينا عرض أو احتمالية لإعادة صياغة هذه المادة 24 اللي هي كانت محل الجدل. البعض يقول المادة 24 فقط لا تكفي. أولا لماذا؟ يعني لماذا لا يرضى المتظاهرون بتعديل هذه المادة فقط بما أنها الأكثر إثارة للجدل؟ وهل تتوقع أن تستجيب الحكومة لفكرة إلغاء القانون بالمجمل؟ في اعتقادي أن المادة 24 هي التي طغت على كل الجدال يعني، ولكن هناك مواد أخرى لم يطلع عليها الكثير، وهي أنها تسمح حتى للأمن الخاص أن تكون له يعني انتهاكات ضد المواطن. فالأمن الخاص وما أكثر الأمن الخاص هنا في فرنسا على مستوى المحلات، على مستوى الفضاءات العامة، وبالتالي فإذا غابت الصورة التي تفضح هذه الانتهاكات فهنا ستتم الانتهاكات. يعني قلت أن هذه الجدال كله يدور حول الصورة، فالإعلام إذا غابت عنه الصورة لا يمكن أن يكون إعلاما، وأن الصورة هي دليل وقرينة في القانون، ونحن كقانونيين نحمل ونضع الصورة من الأدلة الدامغة في إثبات الجرم أو نفيه، وبالتالي فتبقى ظهور أو بقاء الصورة هو حق من الحقوق، وهو تعبير، هو حماية للجميع. أعود وأكرر وأقول بأن هذه الصورة هي حماية للجميع، ليس للمواطن فقط بل للشرطي أيضا، هو تحميه من الانتهاكات التي تحدث كما حدثت يوم السبت. طيب، لكن البعض يطرح وجهة نظر أخرى أن هذه الصور قد تكون سبب في بعض الممارسات ضد الشرطة وتعريض حياتهم للخطر، وهي نقطة يطرحها من يؤيد هذا القانون، وسأبحث فيها يا دكتور إسماعيل أعدك بالإضافة للكثير من الدقات الأخرى. لكن أشكرك الدكتور إسماعيل خلف الله، المحامي في القانون الدولي وأحد الذين خرجوا اعتراضا على مشروع قانون الأمن الشامل في باريس. شكرا جزيلا لحضرتك. قبل أن ينضم إلي ضيوف آخرون كذلك، أرحب بمجموعة من الاتصالات الهاتفية أيضا، ومنهم فرح سورية متواجدة في باريس. يا فرح، أهلا وسهلا. هل أنت مع مشروع قانون الأمن الشامل؟ لدينا طبعا وجهات نظر مختلفة، ما هو رأيك فيه، في الطرح الذي يقدم به؟ أهلا محمد. بصراحة لا، أنا ماني مع القانون الشامل، قانون الأمن الشامل إطلاقا. رأيي فيه بالبداية هو النص كثير ضبابي، وإذا عم نناقش بالتحديد المادة 24 اللي تتعلق بتصوير عناصر الشرطة، فهي بالظاهر مسموح تصوير الشرطة أثناء تأدية عملهم، ما في شيء بيمنع، يعني الشرطة الذي يمنع تصويره أثناء أداء عمله يرتكب انتهاك في السابق والآن. الجدل هو حول توزيع هذول الصور. الفكرة أنه هذا القانون فيه تقييد، بيحجم سلطة الرأي العام، بيحجم سلطة الترند، بيحلك التصوير، بيحلك تتقدم بشكوى رسمية، بس هذا الشيء بيحتاج وقت طويل، بيحتاج معرفة جيدة بالقوانين، بيحتاج إمكانيات مادية. بس هل أصلاً المجتمع تعتقدي يحتاج لهذا القانون، أو يحتاج لمنع هذا القانون؟ تتصور يعني في الممارسات العامة على الأرض، هل هناك أصلا هذا الحجم من انتهاكات الشرطة ضد مواطنين، ولا هناك تضخيم أصلا في أهمية هذا القانون من عدمه؟ بالتأكيد في ضرورة للحديث عن عنف الشرطة بفرنسا. الموضوع متفاقم، في تقارير كثيرة لمنظمة العفو الدولية، في حوادث صورت وانتشرت، والشرطة بالفعل عندها صلاحيات واسعة وعندها ممارسات كثير عنيفة تجاه كل المواطنين، وفينا نقول انه في عندهم اتجاه عنصري لا يمكن انكاره. هل شاهدتي او تعرضتي لامر مشابه يا فرح؟ ايه، تعرضت لشيء مشابه. من اول ما وصلت على فرنسا من 4 سنين بشوف انتهاكات الشرطة بالشوارع، بشوف عنف الشرطة عند برج ايفل بمنطقة سياحية بوقت كان ما في اي شيء، وكان في اعتداء من الشرطة على بائع متجول، وكان في منع للتصوير رغم انه نحن من حقنا نصور، كان في محاولات لمنعنا من التصوير، كان في فض شبه عنيف للمتجمعين اللي كانوا عم بيحاولوا يتدخلوا لمنع هذا العنف.
فهذا الشيء ظاهر لماذا نشوفه طيب يوميا في تتصوري الشوارع. يعني سريعا من وجهة نظرك ما السبب لهذه الممارسات؟ هل نحن أمام البعض مثلا وفقا للحوادث الأخيرة يعطيها خلفية عنصرية أو بعد عنصري للأمر، والبعض الآخر يقول لا هي ممارسات أمنية لحفظ الأمن بالأساس ولا يوجد لها بعد عنصري؟ هو ممكن تعيد طريقة الصوت معنا كثير تمام؟ سؤالي لك، هل هذه الممارسات من قبل الشرطة لها بعد عنصري تعتقدي كما يدعي البعض ولا هي ممارسات ضد جميع الفرنسيين؟ لها بعد عنصري، لكن بالأساس في بعد عنصري في المجتمع، في حالة يعني عدم عدالة اجتماعية بالمجتمع الفرنسي، بتؤدي لأنه في نسب جرائم مرتفعة بالمناطق اللي فيها مهاجرين، فيها أشخاص بيتحذروا من أصول مهاجرة، وبالتالي الشرطة هناك تمارس يعني بتحاول تفرض سلطة أمنية بهذيك المناطق. طيب يا فرح، أنا أشكرك شكرا جزيلا على المشاركة بالتأكيد، ودعيني أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من باريس الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس. يا دكتور خطار أهلا بحضرتك، هل الحريات في خطر في فرنسا؟ أحييك وأحيي فريق العمل في بي بي سي العربية والمحاورين الكرام وكل من يشاهدنا أو يتابعنا. نعم، يمكننا القول أن هناك مخاطر تهدد الحريات، يعني في هناك فرق بين الحريات في خطر أو مخاطر تهدد الحريات. بالطبع البعض تصور أن القمع في زمن الثورة الرقمية يجب أن يصل إلى درجة منع التصوير، وهذا تفاقم وذهب بعيدا، خاصة بعد الحادثة التي حصلت مع منتج بشرته سوداء من قبل رجال الشرطة يحاكمون اليوم. نحن إذن أمام انحراف عبر محاولة تسطير قانون، خاصة المادة 24 من قانون الأمن الشامل الذي ينص أيضا على مسألة وضع كاميرات مراقبة وإمكانية تسيير طائرات مسيرة. هناك إذن في النهاية الآن محاولة لإعادة كتابة هذه المادة، لكن البعض لا يزال يحتج على مجمل القانون ويعتبر أنه في غير مكانه، وأن فرنسا البلد الذي أعطى للعالم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والبلد الذي يسمي نفسه بلد شعارات الثورة الفرنسية بالحرية والإخاء والمساواة، بس لا يمكنه هل هو فعلا أبداً في غير مكانه عن سقف دولة القانون. تتصور يا دكتور خطار، لأن من يتبنى هذا القانون تبريره الأساسي أن استخدامه هو لحماية عناصر الشرطة اللي البلد بحاجة إليها بالتأكيد الآن مع تكرار الكثير من الحوادث داخل فرنسا في مدن مختلفة، وتعرض رجال الشرطة أنفسهم لتهديدات بالقتل وتهديدات أونلاين وحتى وفاة عدد كبير منهم على الأرض في الشارع. يعني بالطبع هذه مهمة رجال الشرطة، مهمتهم الحفاظ على الأمن العام ومهمتهم حماية الناس، وبالطبع حماية أنفسهم هي جزء من مهمتهم، لكن هناك تضخيم لهذا الأمر، اليمين واليمين المتشدد، وعلى فكرة وزير الداخلية الحالي كان من أتباع الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، وكما على أيام الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الآن يحاول السيد جيرار دارمانا المضي قدما بهذا الأسلوب، هذا أسلوب لا يتلائم بالفعل مع منظومة القيم الفرنسية. يمكن حماية رجال الشرطة بوسائل أخرى، لا يمكننا في زمن أجهزة التواصل الاجتماعي حجب الصورة، أصلا الصورة كانت دوما جزءا من المشهد الفرنسي، إبان الثورة الطلابية صورة قائد الثورة الطلابية يناكف الشرطة، أو صورة بعض رجال الشرطة يضربون الطلاب، كانت دوما رسائل. مرة أيام وزير أسبق هو شارل باسكوا، عندما سقط طالب برجال تحت برصاص رجال الشرطة،
استقال وزير، وبعد ذلك كان ذلك المسبب لسقوط حكومة. إذا في فرنسا التساهل هذا معناه أن هناك استجابة، يمكن حماية رجال الشرطة بأساليب أخرى. هذا معناه أن هناك استجابة ولو نسبية تحدث من جانب السلطات، وهو ما حدث أيضا في هذه الحالة. الاستجابة اللي حضرتك أشرت إليها واللي سأبحثها تفصيلا مع حضرتك، لكن خليني أرحب بعاصم أرجوك من باريس أيضا. يا عاصم أهلا وسهلا، كيف تقيم القانون؟ هل هو فعلا خطر على الحريات، أم هو حفظ لأرواح رجال الشرطة اللي هما بالأساس أيضا جزء من حماة أرواح الفرنسيين أنفسهم والانضباط في البلد؟ طيب تحية لك صديق الحديث محمد بحميد ولوش البرنامج الحوار ولكفر الضيوف الموجودين والمشاهدين الأعزاء. الواقع الآن والناظر إلى ما يحدث في فرنسا عموما، سواء كان في قانون الأمن الشامل الآن أو من قبل ذلك، حاليا الآن يشهد العديد من الاضطرابات، بدأت بالصورة المسيئة مرورا بالأحداث الإرهابية إلى أن وصلنا الآن الأمن الشامل. ومن قبل كانت مظاهرات الجيليجون الستارات الصفراء الرافضة لسياسات رئيس ماكرون، إلى أن وصلنا إلى هذا المستقع الذي نحن فيه الآن من قانون الأمن الشامل، وخاصة الثغرة 24 التي يعني تمنع من تصوير رجال الشرطة. هل الأمر سياسي يا عاصم ولا أمني فعلا تتصور؟ الأمر يجب أن ننظر إلى هذا القانون من عدة جوانب. الجانب الأول، نحن مع استتباب الأمن في فرنسا وكل دول العالم، أن يكون الأمن والسلام موجود في هذه البلد والبلدان الأخرى، لكن النظرة العنصرية الموجودة الآن في كثير من رجالات الشرطة سواء كان في فرنسا أو في غيره، وقد رأيناها بالاحتداء المشهود على الفرنسي من الأصول الأفريقية، كيف تم الهجوم عليه من أكثر من شرطي، وكيف تم ضربه، وكيف تمت الإساءة ونعته بالزنجي وبالأسود. هذه هي العنصرية الآن الموجودة، وقد رأينا اليمين المتطرف يدعو إلى ذلك، ويجب أن نقول الآن وزير الداخلية الموجود الآن هو أحد العناصر المتطرفة، وقد قالها في أحد لقاءاته في التلفزيون الفرنسي أن لا يجب أن لا يوضع المأكولات ما تسمى بالحلال وغيره، وهذه إشارة واضحة إلى المسلمين وإشارة واضحة منه بعنصرته تجاه الإسلام أو غيره. ونحن الآن نجد هذه العنصرية متمثلة في كثير من الأشخاص، لكن ليس هذا بالعامة، لا نقول العامة، لكن الناظر إلى ذلك حتى فض التجمعات اللاتينية الموجودة في باريس كانت مشهودة بالعنف، والكثير من الناس الذين لا يعرفون اللغة الفرنسية، عدد كبير من رجال الشرطة ينعتون المهاجرين بألفاظ غير لائقة وألفاظ عنصرية إن وجدوهم في أماكن ليس فيها عديد من الناس الذين يفهمون هذه اللغة. إذن الآن هذا القانون نحن نعتبره هو مصادرة للحريات، وهو يدعو إلى أن يفعل الشرطي ما يراه مناسبا. طيب، والدليل على ذلك كثير من النقاط طرحتها عاصم، وذخيرة قوية ربما سأطرحها على ضيفي لاحقا، لكن خليني أسمع رأي بشار. بشار موجود في ألمانيا، سوري متواجد في ألمانيا. هل نحن أمام توجه أكثر صوب الكثير من الإجراءات التي تدفع بعض المجتمعات التي كانت توصف بأنها الأكثر حرية نحو اليمين، أو الإجراءات الأكثر تأزما يا بشار؟ وهل إذا كان هذا صحيح، هل من حق هذه الحكومات أن تتخذ هذه الإجراءات ولا لا؟ مساء الخير. أكيد العالم متجه للخطة الترامبية للأسف. العالم متجه لكسب أصوات اليمين المتطرف، مع أنه ماكرون كان من أكثر الأصوات اعتدال، بس خلال سنوات قليلة وتوجه لتوجه ثاني تماما. أكيد بشوف هذا القانون هو قانون حد للحريات. رجال الشرطة هن بشر،
أكيد المفروض حمايتهم، بس كمان هم بشر معرضين للخطأ. ولو كنا شايفين نفس الإجراءات أو بنفس المستوى من الإجراءات اللي بتدرب الشرطة على عدم الانحياز أو عدم التطرف، كنا ممكن أنه نتوقع شيء جيد، ولو أنه شيء بعيد كثير أنه نتوقع شيء جيد من هيك قانون. طيب، لكن الصورة حيث تتواجد أنت في ألمانيا ما هي؟ يعني هل هناك إجراءات مشابهة قد، أو مشاريع قوانين أو قوانين تنفذ بالفعل قد تحمل بعض الشبهة للفكرة اللي أشرت إليها في البداية، فكرة توجه المجتمعات نحو اليمين وتقييد الحريات؟ لا، الحقيقة أنا ما لي شايف هيك شيء بألمانيا. ألمانيا نوعا ما متوجهة نحو الاعتدال، نحو التسامح أكثر بهذا الموضوع. ممكن الانتخابات الجاية، ما نعرف. بشار، أشكرك شكرا جزيلا. يا دكتور خطاب، أعود إلى حضرتك. وكنا نتحدث أن مادة 24 هي بصدد إعادة للصياغة كما اقترح البرلمان، لكن الاستجابة من بعض الأصوات مثل زعيم الشيوعيين مثلا في البرلمان الفرنسي قال إن فكرة إعادة الصياغة هذه ليست كافية، الآن نحن بحاجة لمسح القانون تماما وإعادة التفكير فيه بالمجمل. هل إعادة الصياغة كافية؟ أي إعادة صياغة نحن بانتظارها في الأساس؟ يعني بالفعل هناك شرخ حول هذا الموضوع. الآن اليسار الفرنسي مع نقابات الصحافة والكثير من قوى المجتمع المدني، هناك تجمع من أجل القول يجب الإطاحة بكل قانون الأمن الشامل أو الأمن العام، ولكن في المقابل اليمين المتشدد كما نقابات الشرطة كما قوى أخرى تقول يجب الحذر من عدم وقوع طلاق ما بين المجتمع ورجال الشرطة، يجب عدم إلغاء كل هذا القانون، ويجب العمل على إنهاء الجدل حوله. هذا يعني أن الانقسام السياسي في الساحة الفرنسية عميق حول الموضوع، وهناك إذن تساؤل كبير، هل أن دولة القانون تسمح بالاتجاه نحو دولة بوليسية، وأين تتوقف حدود القمع وحدود الحريات؟ أشكرك يا دكتور خطار على تواجد معنا. دكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، شكرا جزيلا. معظم المشاركين في الحوار اليوم ركزوا على قضية التهديد الذي قالت بعض الأطراف داخل فرنسا إنه يطال الحريات العامة، طبعا على رأسها حرية التعبير، بسبب القانون الجديد المثير للجدل الذي كما ذكرنا يعرف باسم الأمن الشامل. رائف مثلا بعث لنقطة حوار وقال كل المخاوف أن تتبع باقي الدول الأوروبية نفس النهج الفرنسي فيما يخص التعامل مع حرية التعبير. نبيل أيضا يقول فرنسا أصبحت كدول العالم الثالث تدعي الديمقراطية وهي تفتقدها. أما رامي فيقول إن فرنسا تستفيد جدا من التجربة المصرية في مجال الحريات والتعامل مع الاحتجاجات المطالبة بالعدالة ومحاربة الفساد. هذا رأي رامي. أما إبراهيم فيقول أخيرا وبعد قرون باتت مدرسة الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي يقتدى بها في أوروبا وأمريكا. اتفق مع رامي بشكل أو بآخر، لكن يوسع الصورة. أما بركة فغرد لنا وقال القانون الذي تحاول عن طريقه السلطات في فرنسا إحكام القبض على الأمن العام وضبط الشارع يعطي صلاحيات واسعة للشرطة بطريقة تجعله ينتهك الحريات أصلا. من يسمي نفسه بكول مان يقول أن النظام الحاكم في فرنسا ضعيف، لم يستطع تحقيق أي إنجازات للشعب، ومن ثم فهو يشغل الرأي العام في قضايا وهمية كما فعل من قبل في مناسبات عدة. هناك من ينظر للموضوع بشكل إيجابي ويرى أن المظاهرات الرافضة لقانون الأمن الشامل تؤكد وجود حريات في فرنسا، وربما توضح وعي الجماهير بأهمية هذه الحريات. من هؤلاء أبو ليلى غرد لنقطة حوار وقال
مظاهرات فرنسا تعني أن هناك شعبا قويا يطالب بحقوقه غير المنقوصة، وكذلك ثورة الشعب الأمريكي بعد مقتل المواطن جورج فلويد من قبل الشرطة، شعوب تطالب بحقوقها. أما أحمد فيقول: لما بشوف مظاهرات فرنسا ورغم أني لا أعيش في فرنسا ولا أحمل جنسيتها، إلا أني أشعر أن غبار الحرية قد يصل لمصر بضغط من الشعب الفرنسي المدافع عن حقوقه. أما آدم فيقول: أمس اضطرت حكومة ماكرون للتراجع فيما يتعلق بالمادة 24 من قانون الأمن الشامل، تصدى الشعب الواسع لهذا القانون، تصديه ربما يثير الاحترام كثيرا. هذه مجرد عينة من الآراء توقفت عندها لما جاء أونلاين. مرة أخرى استمروا في طرح هذه الآراء، وسنستمر نحن في النشر كذلك. ودعونا نستمع لرأي حنان هنا من باريس. يا حنان أهلا بك. أهلا بك عزيزي. هل لدينا تراجع للحريات في فرنسا تتصوري؟ وإذا كان نعم لماذا الآن؟ سؤال بصراحة صعب أن يتم الإجابة عليه بشكل واضح، ولكن الشيء الأكيد هو أن يا إما هناك تراجع في الحريات، يا إما فرنسا تريد أن تمارس ديكتاتورية على الحريات، وهذا لا يمكن، لأن شعار الجمهورية الفرنسية هو حرية تآخي ومساواة، وكما قلت يعني قبل لحظات حق التظاهر هو بحد ذاته حرية ليست موجودة في كافة الدول خصوصا دولنا العربية. لا يمكن لأي شخص اليوم، أنا صحفية إعلامية، أن أمارس الصحافة في فرنسا وأن أقبل هذا القانون يعني أو أي نوع من القوانين التي تضرب بعرض الحائط كل قيم الجمهورية، من بينها هذه الحرية. هذه هي حرية الآن. هل يعني ذلك أن الصورة الذهنية لفرنسا ستتراجع؟ بعض المشاركين قالوا أن خصوصا الفترة الأخيرة يبدو وكأن لدينا الكثير من الإجراءات المتعاقبة اللي بتصب في اتجاه بعيدا تماما عن قيم فرنسا المعتادة. صحيح، لا يمكن أن أقول غير ذلك، يعني هناك عدة أمور وقعت مؤخرا تؤكد بأننا نتراجع فيما يخص الحرية، حرية التعبير، حرية الأفراد، حرية ممارسة الشعائر الدينية أو الأديان وما إلى ذلك. مثل ماذا يا حنان؟ يعني ما هي أبرز الأشياء التي تعتقد أنها تؤشر على فكرة التراجع هذا؟ الأمور التي تؤشر وتؤكد على تراجع مثلا فرنسا في إطار هذا النوع من الحريات هو فرض مثلا التعامل بشكل أو بآخر مع المحجبات، التعامل مع الأشخاص الذين يلبسون لباس معين لأنهم يرتاحون في ذلك اللباس بشكل مسيس. يعني أصبحنا اليوم نتحدث عن الحجاب في فرنسا كل يوم. مش معقول يا أخي أنك في بلد ديمقراطي كهذا. المشكلة لدى الحكومة الفرنسية وليس الشعب، لأننا نعيش مع الفرنسيين وهناك محجبات، هناك أشخاص بلحي يمارسون طقوسهم الدينية بشكل عادي، ولكننا نحط دائما الأصبع على الرموز الدينية. لماذا هؤلاء الأشخاص أو تلك النساء محجبات؟ لماذا مثلا هناك مسجد سيؤسس أو سيبنى في مكان ما؟ لماذا كذا وكذا؟ فكل هذه الأمور تؤشر إلى أن هناك مشكلة يعني في المنظومة السياسية. على فكرة المنظومة السياسية الفرنسية يعني ليست على مستوى الشعب الفرنسي. طب أنت سريعا قبل أن أتركك حنان، أنت صحفية ذكرت لي، هل واجهت أنت في عملك بعض الممارسات تقيد حريتك أو الحرية المعتادة التي ننتظرها من فرنسا، سواء منعك للتصوير أو منعك للنشر مثلا؟ بصراحة كنت في مرة أقوم ببث مباشر على صفحتي على انستغرام خلال فترة الحجر الأول، وأنا أصور كانت هناك الشرطة لأنه كان ممنوع التظاهر خلال تلك الفترة، فاقترب مني شرطي وحاول أن يضرب التليفون تقريبا. قلت له أنا صحفية يعني أنا في بث مباشر فلا داعي يعني أنك تتصرف بهذه الطريقة، بإمكانك فقط أن تقول لي ما تريد. قال: ما تصورينيش يعني، لا تقومي بأخذنا يعني بأخذنا. هل أعطى سبب؟ هل هناك سبب لماذا لا يحق لك التصوير؟ أخرجت بطاقة الصحافة، شاف البطاقة وبعد ذلك قال لي: أوكي، ولكن وجهي التصوير من الناحية الثانية. قلت له: أنا من حقي أن أصور إلا إذا أنتم لديكم قانون يفرض علي ألا أصور، وبعد هذا راح.
يعني ما لم ما هو هو هذا موضوع الحلقة تحديدا، القانون ولا الذي قد يفرض عليك عدم إمكانية التصوير. يا حنان أنا أشكرك شكرا جزيلا طبعا على طرح تجربتك وعلى الآراء اللي تفضلتي وطرحتيها. حنان كانت معي من باريس، وما زال هناك متصلين آخرين بالمناسبة كثر اليوم، لكن أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية الدكتور إليه حاتم، المحامي في القانون الدولي. سيد إليه أهلا بحضرتك. البعض يصنف هذا القانون الجديد على أنه إطلاق ليد الشرطة وانتهاك صريح للحقوق في بلد يفترض أنها منارة الحرية. ولا أخفي عليك الكثير من التعليقات اليوم التي وصلت إلينا عقدت مقارنة مباشرة ما بين باريس وممارساتها الآن وما بين الانتقادات التي توجهها للكثير من الدول في العالم الثالث بسبب ممارسات قد تبدو متشابهة تماما لما تحاولون أن تفرضونه الآن. هذا غير صحيح، أولا لأن ليس هذا القانون الذي يقوم ويشكل مشكلة، وربما هناك مادة في نص هذا القانون وهي المادة 24، ولكن الحكومة ستقوم بإعادة صياغة هذه المادة في القانون لأنها ربما كانت مبغمة في صيغتها. ولكن المشكلة اليوم ليست هي في البوليس وليست هي في هذا القانون. طيب هناك الحكومة مشاكل ستعيد في فرنسا، الصياغة هناك يا دكتور، مناطق مثلا لا تستطيع. الحكومة ستعيد الصياغة بعد الكثير من التظاهرات التي خرجت منددة بشدة، لكن بالمناسبة هي ليست المادة 24 فقط، المادة 21 والثانية والعشرين كذلك محل اعتراض كبير وعليها علامة استفهام فيما يتعلق بالتصوير، الحق في استخدام طائرات مسيرة لتصوير مواطنين بالأساس، تشديد العقوبة على بعض من يخالف الأمر. الأمر ليس فقط المادة 24. بالطبع، ولكن هناك صياغة هذه المواد الثلاث الذي أشرت إليهم، ولكن المادة 24 كانت صياغتها غير واضحة. المشكلة هي ليست في هذا القانون، المشكلة اليوم هي أن قوى الأمن في فرنسا تتعرض لانتهاكات، خاصة مثلا في بعض الضواحي لا تستطيع الذهاب إليها. فما هي قوى الأمن؟ قوى الأمن يجب عليها الردع، ولكن اليوم في فرنسا ليست قوات الأمن التي تردع، ولكنها تخاف من بعض الأفراد في فرنسا. في بعض المظاهرات تقوم مشاكل ضد رجال البوليس، أي رجال الأمن الذين عليهم أن يقاتلوا على الأمر ليس والسلام. واضح دكتور إلي، كيف يساهم منع التصوير في حماية الشرطة؟ يعني الأصل في الأمور أن يتم التصوير لكي نعرف من يمارس الانتهاكات، إذا كان شرطي يحاسب وإذا كان أحد المتظاهرين يحاسب أيضا. ما الفائدة من منع التصوير بالمجمل إلا إذا كانت الحكومة تريد أن تحمي المخالفين؟ كلا، لأن هناك بعض الأفراد يأخذون صور خاصة لبعض أفراد قوى الأمن واستعمالها لإقامة الضغوطات عليهم والتهديد. وهناك مشاكل في قوى الأمن، هناك انتحارات عديدة في قوى الأمن، فيجب النظر بطريقة متوازنة، ليس فقط من جهة الأفراد الذين يعتبرون ربما أن هناك خرق لحقوقهم، ولكن هناك أيضا لقوى الأمن عليها أن تعمل، أن تؤدي المهنة التي فيها، ولا يتعرض أفرادها إلى التهديدات الشخصية. فهناك بعض الأعضاء الذين يتحدثون عن مكالمات هاتفية وتهديدات بالموت ويذهبون إلى منازلهم، فكيف حمايتهم وكيف سيؤمنوا؟ طيب مرة أخرى، كيف الذي حمايتهم ردع بمنع بعض التصوير؟ حمايتهم لن تكون عبر منع التصوير كما يقول كثيرون. وأحيلك فقط للحادثتين الأخيرتين اللي تسببوا في اندلاع الكثير من التظاهرات، واحدة منها كانت تتعلق بفنان أسمر البشرة. إذا لم يكن كان هناك كاميرات مراقبة وأثبتت العنف الشديد لرجال الشرطة اللي صنفه القضاء بالمناسبة على أنه ليه دوافع عنصرية، ما كنا علمنا بأي شيء وكانت القضية دفنت تماماً. هذا خطأ حصل، وهناك بعض الأخطاء التي تحصل من هذه الجهة، أنا لا أقول العكس، ولكن يجب أن ننظر إلى أكثرية ما يحدث على الأرض.
الجميع يعلم الذين يزورون فرنسا وخاصة المدن الكبرى في فرنسا أننا نحن نتعرض كالشعب الفرنسي بأجمله إلى مشاكل من بعض الأفراد ويجب على قوى الأمن حمايتهم، ولكن قوى الأمن اليوم تخاف. لماذا تخاف؟ لأنه من هؤلاء البعض؟ ماذا تعني ببعض الأفراد؟ من هم؟ بعض الأفراد المجرمين الذين ليس لديهم أعمال، الذين هم منخرطين في بعض المشاكل، الذين يأتون إلى المظاهرات ويكسرون، أو هناك تجار مثلا أيضا المخدرات وتجار الأسلحة الموجودين في فرنسا. مبهم، وإن كان البعض يفسر هذه البعض التي أشرت إليها على أنها استهداف عنصري مباشر، يعني استهداف بعض الأقليات. ربما سأفسره أكثر من أرجوك أنا سأفسره أكثر لكم. لماذا البوليس الفرنسي اليوم لا يقوم بمهمته في الردع بعض الأشخاص الذين هم مجرمين، الذين يقومون بأعمال إجرام في المدن وفي المناطق الفرنسية؟ لأنه يخاف من هؤلاء الأشخاص. هناك مناطق في بعض الضواحي مثلا في فرنسا لا يستطيع البوليس الذهاب إليها. لماذا؟ لأن الأشخاص الآخرين يعرفونهم. وكيف يتعرفون عليهم؟ بواسطة التصويرات، بواسطة التليفونات الجوالة. والقانون هذا يريد منع هذه التصويرات لاستعمالها في هذه في هذا المجال خاصة. طيب. هو ولكن كبير هذا من الناحية العامة. أنا معايا الكثير من النقاط الأخرى أريد أن أناقشها مع حضرتك، ومعايا اتصالات أيضا. أنا أشرت للفنان الأسود اللي تعرض للضرب وصنفه القضاء على أنه الفنان الفرنسي. لماذا تقولون الأسود؟ هو لأنه ببساطة القضاء إنه فرنسي. نفسه قال إنه فرنسي. أنا بقول لحضرتك لماذا أقول الأسود، لأن القضاء نفسه قال أن الأمر له بعض الدوافع العنصرية نصا، فلذلك أقول أنه الأسود. لكن دعنا نترك هذه الحالة لنتحدث على حالة الصحفي الذي كان يعمل بشكل حر وأيضا تعرض للضرب، وبالمناسبة معي أحد أصدقائه بالفعل على الهاتف، محمد الحمصي من باريس. محمد أهلا وسهلا. أمير الحلبي الصحفي المستقل يفترض أنه تعرض للضرب من قبل عناصر الشرطة أثناء تأدية عمله. أرجوك أعطينا فكرة عن ما حدث تحديدا من خلال اتصالك بأمير، وهل هذا القانون سيترتب عليه المزيد من تقييد الحريات؟ أطيب التحيات لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. نعم، بصراحة يعني كان الرد بصراحة يعني الرد الظاهر على جميع العنان من صحفي. يعني القانون الذي كان يفترض أن يحمي رجال الشرطة ويحدد عمل الصحفي بات الآن يعني مجرم بحق الصحفي ويخفي المجرم الحقيقي. إلى الآن لم نعرف من فعل ذلك بأمير. يعني سواء لنفترض أن القانون طبق الآن، أمير أصيب، أمير أجريت له عملية في الألم صعبة جدا وشعر بالكثير الكثير الكثير من الألم. جميع وكالات العالم شاهدت ما فعل رجال الشرطة بأمير، ولكن نفترض أن القانون طبق ولا يسمح ولا أحد أو الشرطة منعت أحد من التصوير، لا أحد يعلم من فعل ذلك بأمير. ماذا؟ كيف سيأخذ حقه أمير؟ ليجبني أحد كيف سيأخذ حقه أمير بعد ما حدث له؟ خلي دكتور إلي يجيب وأعود إليك لكي أستفسر أكثر عن حالة أمير. دكتور إلي، إذا كان لك إجابة على نعم. سؤال محمد. هذه حالة خاصة، ولكن الأحوال العامة تشير إلى أن أعضاء الشرطة أي رجال الأمن يتعرضون أيضا مثل السيد أمير إلى اعتراضات، ولكن ليس مرة واحدة، ولكنها من الناحية اليومية في كل جميع المناطق الفرنسية. فمشروع هذا القانون لم يأتي هكذا، هو رد ومحاولة إيجاد حل لهذه المشاكل ولمساعدة قوى الأمن في العمل بتأمين الأمان والسلام للفرنسيين. فالأخطاء واردة، القضاء اليوم يقوم بأخطاء، وهذا القانون
لا يمنع عدم تصوير نهائيا أعضاء البوليس أو رجال الأمن، بل يسمح للصحفيين والآخرين لأهداف الصحافة أو الإعلامية، للأهداف الإعلامية استعمال هذه الصور. يعني هذا غريب مرة أخرى، يعني ما حدث لأمير استعمال هذه الصور. دكتور إيلي، ما حدث لأمير يخالف ذلك، وما قالته لي حنان وهي صحفية تعمل في باريس أيضا حتى قبل أن يصدر القانون أيضا يخالف ذلك، هي أثناء عملها منعت تماما من التصوير كما شرحت لنا. لكن بما أن محمد مازال معي واستمع لرد حضرتك، كون الأمر حادثة فردية سيعاقب من قام بها بالتأكيد، خلينا نسمع رده أرجوك محمد. تمام، أنا سأعود للنقطة التي انطلق منها الأستاذ. لنفترض أن القانون طبق ونحن الآن نعيش في ظل القانون، الشرطة لا يمكنها منع أحد من التصوير. الشرطة تأخذ حقها من القضاء. القضاء عندما يتم نشر هذه الصور بشكل غير المفترض أو بشكل سلبي أو بشكل يهدد أمن الشرطة، القضاء يتدخل ويلاحق من نشر هذه الصورة. لماذا؟ لأننا الآن في عصر التكنولوجيا، يمكنهم ملاحقة من أي IP، من أي مكان، من أي موقع، من أي مكان انطلقت منه هذه الصورة ومتابعة صاحبها. الشرطة لا يسمح لها بالتدخل لمنع التصوير. كيف سنعادل بين السماح بالتصوير وحماية الشرطة، حرية الصحافة وحرية والأمن الخاص بالشرطة؟ دعوني أركز على نقطة مهمة جدا. الأستاذ الضيف الكريم يتحدث عن رجال الشرطة وكأنهم أشخاص عاديين أتوا من مكان عام وأصبحوا رجال شرطة. يا سيدي، أنت تعرف أكثر مني أنا شخصيا أن رجال الشرطة والأمن والدرك والجيش وكل البيئات الأمن الخاص يتم تدريبها بشكل خاص لحماية الناس. إن كانوا لا يستطيعون حماية أنفسهم ولديهم هذا الضعف الفيزيولوجي أو الجسدي، كيف سيستطيعون إدارة أو حماية الأمن أو في الشارع أو في البيت إن كان لا يستطيع حماية نفسه؟ فهذا الشيء أعتقد أنه غير منطقي أبدا. طيب قبل ما أسيبك محمد، أريد الاطمئنان عن حالة أمير الآن، كيف هو تحديدا؟ ما طبيعة آخر اتصال بينكما؟ أمير بصراحة في وضع مؤلم جدا بصراحة، يعني الضرب العنيف الذي ضرب على رأسه ضرب قاتل، يعني لا أستطيع أن أقول غير أنه ضرب قاتل. فيعني العملية التي أجريت سهوة لمدة نصف ساعة بدون تخدير، وتناقلت تصريحاته وسائل الإعلام على أنه أجريت له العملية بخوف من نزيف داخلي. فيعني أنت تسوي العملية في الرأس والأنف عند القسم الأنفية بهذه الطريقة والضرب، يعني شاهدوا أنه لا يرتدي خوذة، وكان الأمن يعني منخلص في تلك المنطقة. كيف تستطيعون ضرب بهذه الشكل على الرأس، يعني على اليدين، على القدم، في مناطق غير قاسية، ولكن على الرأس؟ لا يعد انتهاك. هذه محاولة قتل حقيقية يجب أن يعاقب منفذها، وللأسف لا توجد أي صورة، أي دليل، أي مكان على تواجد من قام بذلك، سواء كان شرطي أو غير شرطي حتى تصبح الحقيقة. شيء أعتقد مؤسف بالتأكيد، لكن هل يتحسن طيب أمير؟ طمنا، هل يتحسن؟ والله إلى الآن ننتظر ما سيقول الأطباء. وفي مراجعات كثيرة، آخر صورة نشرتها قال أنه في حالة جيدة، وفي آخر اتصال مع الزملاء يعني هو بصراحة انقطع عن الاتصال بالفترة الأخيرة بسبب ألمه أو بسبب فقدانه لبعض الأجهزة، وحتى يعني خراب معداته وضربه الأليم، يعني الضرب على الرأس بصراحة ليس يعني بشيء سهل، وهروانات أو عصي الشرطة هي معروفة، ولكن جميعنا نتمنى له الشفاء. هو اعتقد الان في حاله افضل على اعتبار انه يعني تجاوز مرحله الخطر ان شاء الله ويتماثل للشفاء. شكرا محمد، اشكرك شكرا جزيلا، واذا تواصلت مع امير ارجوك انقل له كل امنياتنا، امنياتي وامنيات فريق عمل البرنامج، بالسلامه دائما وبالتعافي سريعا. شكرا جزيلا دكتور إيلي. المعضله الاساسيه ان البعض يرى تضاد كبير في الإجراءات التي تتبع الآن في فرنسا. قبل شهر تقريبا أو يزيد الرئيس يدافع بشدة عن حرية التعبير، إلى حد جعله يدخل في مواجهة مع الكثير من الدول في العالم الإسلامي والكثير من المسلمين، وتابعنا الجدل المتعلق بإهانة الرموز الدينية وإصراره على دعم الصور المسيئة لنبي الإسلام. الآن فجأة هو يرفض أي محاولة لتوثيق أي انتهاكات لأعضاء الشرطة. كيف يتسق الأمران؟
حضرتك تقوم بخلط في هاتين هذين الموضوعين، أو الموضوع الذي سنتحدث عنه الآن هو هذا القانون، وهذا القانون أو مشروع هذا القانون لا يمنع بصورة باتة تصوير أفراد الشرطة أو الآخرين الذين أفراد الدولة الذين يقومون بحماية المواطنين الفرنسيين. ويجب علينا أن نعلم أن مثل السيد أمير أن هناك آلاف من الأعضاء البوليس أي قوى الأمن ينتحرون في فرنسا كل عام، هناك ضغوطات تقوم عليهم. لماذا؟ لأن وللأسف في المجتمع الفرنسي هناك تصعيد لعمليات الإجرام، وخاصة في المناطق التي نقولها في الفرنسية المناطق الحارة، أي في بعض الضواحي في فرنسا، وهذه المشكلة وراءها بالطبع مشاكل سياسية ولن أتطرق إليها. تمام. بل أنا أتكلم اليوم عن المشكلة التي يعانيها الشعب الفرنسي وتعانيها الشرطة في فرنسا الذين أعضاؤها يخافون. أنا تعرضت شخصيا لاعتداء في باريس قرب الضاحية الباريسية، وعندما طلبت من البوليس أن يساعدني أن يقوم بالركض وراء هؤلاء الأشخاص الذين اعتدوا علي، فكان يخاف منهم البوليس. لماذا؟ لأنهم لديهم ربما الأسلحة التي هي أهم من طيب الأسلحة. أنا آسف جدا، يجب أن أكرر ما قاله محمد منذ قليل، إذا كان البوليس غير قادر لهذه الدرجة على حماية نفسه ولا حماية حضرتك، إذن هو بحاجة لإعادة تأهيل، هذا أولا. وإذا كانت الحجة أن عدد كبير منهم يقوم بالانتحار، هناك ملايين من غير رجال الشرطة يقومون بالانتحار كذلك نظرا للممارسات القمعية ضدهم أو لأسباب أخرى متعددة. لكن أنت أثنيت على فكرة أن حالة أمير تم الكشف عنها، ما هي تم الكشف عنها بسبب التوثيق وبسبب أنها صورت. إذا منعت التصوير يا عزيزي سيكون هناك الآلاف من حالات مشابهة لأمير لن يتم الإبلاغ عنها. ليس لو سمحت ليس التصوير الذي هو ممنوع، ولكن طيب استعمال متى سيمنع التصوير يا دكتور إلي؟ التي تصور ما هي الحالات التي سيمنع فيها التصوير ومتى هو مسموح؟ ليس منع، هو ليس منع التصوير عامة، لأننا نستطيع الجميع أن نصور في الأماكن الشعبية والأماكن العامة، ولكن استعمال الصور لمصالح شخصية، أي استعمال بعض يعني صور إذا كنت أنا أفراد في تظاهرة الشرطة دكتور إلي خلينا مبشرين أرجوك، إذا كنت أنا في تظاهرة سواء صحفي أو مواطن عادي وشاهدت رجال الشرطة يقومون بالتعامل بطريقة ما مع بقية المواطنين، رفعت تليفوني وبدأت في التصوير، هذا قانوني ولا تستطيع لا؟ تستطيع استعمال هذا قانوني لأنك تستعمل هذا التصوير بشكل عام. ولكن إذا في هذه في هذا الاجتماع أو في هذه المظاهرة أنت ذهبت لأنك تعرف أن هذا هو البوليس واقتربت منه وصورته لأمور شخصية، اللي هي أمور شخصية وأنا لو بوثق ولإعطائها إلى بعض الأفراد. يعني إيه أمور شخصية؟ يعني لماذا مواطن يلجأ لتصوير البوليس لأمور شخصية؟ بمعنى إيه؟ لأن هناك مشاكل اليوم بين بعض الأفراد وخاصة تجار المخدرات وبعض الإرهابيين الذين يعرفون أعضاء البوليس ويستعملون هذه الصور لإقامة فضائح عليه أو لاستعمالها لإقامة ضغوطات عليه، فهناك أعضاء من البوليس الذين يتعرضون إلى مكالمات هاتفية في ساعات متأخرة وتهديدات. للأسف كلما تحدثت يا دكتور إلي يزداد الأمر لأنه ليس يزداد الأمر ارتباكا، يعني أنت ما تقول هو ابتزاز هو ابتزاز مباشر، وأعتقد جريمة تمارس بحق رجال الشرطة إذا قام أحد بتصويرهم كي يقوموا بابتزازهم أو تعريض حياتهم للخطر، هذا ارتكاب جنائي، القانون بالطبع. أعتقد يعاقب هؤلاء، لماذا نحن بحاجة لقانون جديد يمنع التصوير في هذه الحالة قد يتم تفسيره واستخدامه بطريقة مسيئة جدا؟ لأن سأجيبك لأن هذه الحالة ليست حالة استثنائية ولكنها حالة تحصل وللأسف كل يوم
بوسائل التليفونات الجوالة، وهناك الأشخاص خاصة في الضواحي الفرنسية الذين لديهم مشاكل مع البوليس، وخاصة في مشاكل المخدرات وتجار المخدرات، ويقومون كل يوم في هذه في استعمال هذه الصور لملاحقة هؤلاء أعضاء الشرطة إلى منازلهم وتهديدهم في منازلهم وتهديد أولادهم وتهديد عائلتهم. فحضرتك أو أنا إذا كنا أعضاء من الشرطة، قبل أن أترك حضرتك بس دكتور، فمن هو الحل؟ يجب على الدولة حماية. الوقت قارب على الانتهاء، لكن يجب أن أخذ تعقيبك على من يتهم الرئيس الفرنسي ويتهم الكثير من الجهات السياسية أن كل ما يدور هي محاولة أخرى لمغازلة اليمين الذي قد يطيب لهم كثيرا هذه القوانين أو هذه الإجراءات مع اقتراب الانتخابات القادمة. ولكن يجب أن نعلم أن في فرنسا هناك مؤسسات، مؤسسات قضائية، وهناك مجلس دستوري، وهناك أيضا قوانين أوروبية. فإذا كانت هذه الإجراءات مخالفة للنصوص الدستورية أو النصوص الأوروبية أو الدولية، فهذا القانون لن يتم الإجراء أو العمل به. طيب، هو ما اعترض عليه بالفعل الكثير من الأوروبيين وأيضا الكثير من الجهات داخل فرنسا. يجب أن ننتظر إذا كان سيتم التعديل أو إلغاء ماذا. لكن أشكرك دكتور إلي حاتم، المحامي في القانون الدولي من باريس، جزيل الشكر. فقط أعتذر لمحسن لأنه كان معي على الهاتف وانتظر طويلا، لكن المناقشة الحامية اقتضت أن نطيل، وسأخذ محسن معي عبر الجزء التالي من البرنامج على راديو بي بي سي في حديث مباشر معي أنا محمد عبد الحميد بعد قليل.